قيل للحسن البصري رحمه الله: فلان يحفظ القرآن، فقال: بل القرآن يحفظه. القرآن دليلك في الحياة، فاجعله أمامك حتى لا تضيع، واجعله في قلبك حتى لا تزيغ، واملأ به سطرك حتى لا يضيق. القرآن فيه حاجة كل محتاج، من قرأه ليزيد إيمانه زاد، ومن قرأه ليزول خوفه زال، ومن قرأه ليذهب حزنه ذهب، ومن قرأه ليفوز بمحبة الله فاز، ومن قرأه ليفوز